كابتن عبد الناصر، بنرحب بيك على المصري اليوم. عايزين نعرف ايه اخر التطورات في القضيه ما بينك وبين رامز جاب من الاخر. في بيان ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، هنكون انتهينا من تقديم البلاغ للنائب العام، وفي نفس الوقت شفنا هنوصل لفين في القضيه اللي احنا هنرفعها في دبي ان شاء الله. هسافر ان شاء الله السبت وارجع بعد 24 ساعه، واتواصل معاكم واقول لكم ايه اللي هيتم ان شاء الله. عايزين نعرف اكتر عن التصريحات بتاعه ان النادي الزمالك مش في ايده ان هو يرفض اللعب في نهائي القمه. مباراه القمه من المفترض في كلام انها هتبقى في الرياض في الاستاد الاول برك، ففي حمله من امبارح ان الزمالك مش رايح، وكل التقدير للزمالك، وانا عملت فيديو الناس فهمته ان انا ضد الزمالك، لا انا بوضح بعض النقاط. الزمالك باعت جواب رسمي لرابطه الانديه بالموافقه، والاهلي باعت رسمي بالموافقه، لا يمتلك الاهلي والزمالك انهم يقولوا مش هنلعب. صاحب القرار رابطه الانديه، رابطه الانديه لو وصلت لاتفاق مع هيئه الترفيه ومعالي المستشار تركي الشيخ هيلعبوا، واللي مش هيروح هيعتبر منسحب. الكلام زعل ناس، انا ما اقصدش ان انا مش كل ما اقول حاجه الناس تزعل، انا بتكلم في معلومات. الزمالك باعت جواب رسمي، والاهلي باعت رسمي، يبقى مين صاحب القرار؟ الرابطه اللي هي منوطه بالموضوع. فرابطه الانديه ستعلن من خلال بيان رسمي كل شيء. المباراه انا انفردت بتفاصيلها ب 250 مليون جنيه، تكلفه 150 للاهلي والزمالك مليون دولار لكل فريق، و45 دعوة شاملة الطيران والإقامة، وطيران خاص للفرقتين. إجمالي الموضوع داخل من 140 ل 150 مليون. ونجح النايب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وهو يبرم هذا الاتفاق في تحقيق شيء لم يحدث للكرة المصرية من قبل. 100 مليون جنيه لباقي أندية الدوري ال 16 مقابل إقامة المباراة دي في الرياض. يعني المباراتين لو اتلعبوا ب 500 مليون جنيه. الدوري بتاعنا كله بكام؟ ب 800 مليون جنيه، فتخيلي مباراتين ب 500 مليون والدوري كله ب 800 مليون، يبقى لازم نقول برافو لرابطه الانديه، وبلاش نعمل حاجات ومنظره كدابه عشان نرضي صفحتين ثلاثه على السوشيال ميديا. انا مش بصدد ان انا ازعل حد في الزمالك ولا ازعل حد في الاهلي، ولكن انا شايف انه ايه الموضوع فيه متاجره وكلام كتير. نص مليار جنيه في ماتشين. عايز اقول لك على حاجه يا امان، يبيعوا حزمه من مباريات الدوري في كل ملاعب العالم، وهيبداوا بامريكا الجنوبيه. احنا نقول لك ايه، من امتى بنشوف الدوري يتلعب بره؟ يا اخي الناس بتفكر بره الصندوق. نص مليار في ماتشين والدوري كله من قيمه الكره المصريه. طب عايزين نعرف بعد الجدل الكبير اللي قام على السوشيال ميديا خلال الساعات او الايام الماضيه بسبب الحلقه، عايزين نعرف كان في تواصل ما بين حضرتك وبين اي شخص من اعداد البرنامج او رامز؟ كان في رده فعل؟ لا، في حاليا حد بيكلمني واصدقاء مشتركين سواء من نقابه الممثلين او اصدقاء سعوديين. المصريين دول انا رامي طبيتهم، سيبك منهم، يعني هم بيكابروا كده على طول وعاملين نفسهم، يعني سيبك من مهيب او اي حد، يعني هم عايشين الدور كده، فما يعنونيش من قريب او من بعيد. لكن في بعض الوسطاء لكن لم يحدث لسه يعني تواصل مباشر في الموضوع. طيب يعني عايزين نعرف التهم اللي حضرتك بتقدمها دلوقتي، يعني في حضرتك ذكرت ان في كذا تهمه هنرفع بها قضايا. خلينا نقول بلاغ، لان ما اقدرش اقول اتهامات لان ده مكانه المحكمه. هو انا طبعا موضوع المقدمه مزعلني جدا ومضايقني جدا 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 وعامل لي مشكله نفسيه، وده عندي اهم من موضوع الكسر، وده في اكتر من قضيه تنمر وسب وقذف، ولم يحدث ابدا بالمره ان انا وافق على مثل هكذا مقدمه، وكانت سقطه كبيره من رامز جلال. وبعد كده هنتكلم في موضوع التعويض الخاص بالكسر. الناس على السوشيال ميديا بيقولوا اشمعنى المستشار مرتضى منصور اللي حضرتك وكلته في القضيه بتاعت حضرتك او في البلاغ، خصوصا بعد الخلافات السابقه اللي ما بينهم؟ هو انا شرف كبير ليا ان انا اكلم معالي المستشار مرتضى منصور واعرض عليه الامر ومكتبه يقبل ده، وبالتحديد المحامي الشهير الاستاذ وحيد صلاح اللي هيكون معانا في القضيه، وسياده المستشار مرتضى منصور لسه يعني لم يقرر بعد، ولكن ده عادي جدا. المستشار مرتضى منصور شفت منه كل مواقف رجوله واحترام. على فكره انا بروح المحكمه متهم في قضايا كثيره لصالح المستشار مرتضى منصور، وبيبعت محامين ويتهم
يتنازلوا ولو طلب منه يجيب نفسه ما بيتاخرش. مرتضى منصور بس بقول للناس كلها ارجل حد عرفته خلال الازمه، لان اللي كنت ماشي معاهم في الازمه للاسف الشديد ما كانوش على قدر المسؤوليه وما يستحقوش ان انا اذكرهم اصلا. رامز جلال لو طلب حضرتك تاني في برنامج أروح. هتروح؟ يعني الناس بيقولوا ان حضرتك بتعمل كل الكلام ده عشان الفلوس. عادي، ايه المشكله؟ هل ده حرام مثلا؟ طب لو يعني انت شغاله عشان ايه؟ عشان فلوس. طيب بتجتهدي عشان خاطر ربنا يكرمك. لما ربنا يكرمك كده ويكرمكم وتبوا اسامي تكسروا الدنيا، وانا كنت زيكم في يوم من الايام، وليكم موقفيني في الشارع ساعة عشان أنا بفتكر معاكم أيامي زمان وبداياتي. ومش عايز أزعل حد. أي إنسان لازم يبقى عنده الطموح ده، يحسن من دخله، يعلي من قيمته. لو طلبني رامز عروح وأتفق على فلوس وأخد فلوس وأطلب فلوس كتير، إيه المشكلة يعني؟ هو ده أنا بطلبه عشان نكرة ولا عشان خاطر راجل معروف ونجم؟ ده من شقايا وعرقي، إيه المشكلة يعني؟ بس إحنا المصريين فاضيين، كل واحد معاه باقة ب10 جنيه عامل لنا فيها رئيس مراجيح مولد النبي. الناس بيقولوا برضو على السوشيال ميديا إن لو فعلا في كسر مضاعف زي ما حضرتك صرحت ما كنتش هتكمل الحلقه. ربنا عن الكواليس، ربنا ان شاء الله باذن الله يكرمهم يبقى عندهم نفس الكسر بتاعي ويقولوا ده براحتهم. لكن عايز اقول لك على حاجه، انا مصور ساعتين ونص او ثلاث ساعات، ده تم اختزالهم في 20 25 دقيقه، فمن الطبيعي انه يشيل اي حاجه تحطه في موقف قانوني. ومش معايا انا بس، مع الكل. انا من بعد ما نزلت من السعوديه وانا بطلب دكتور وبطلب ايقاف البرنامج. هو منتج ده انا اعمل له ايه؟ طب تعالوا كده عشان العربيات. تمام. وبعدين يعني لم يلتفت رامز وفي الـ وفي الـ وفي, الـ وفي المونتاج وفي المونتاج رفض تماما انه يطلع ده، لانه اكيد القانونيين اتفرجوا على الحاجات دي. سعيد الفاصل التاريخ بتاعنا. خلاص يا وحيد، خلاص يا وحيد، عشان قطع سعيد، خلاص والنبي عايز البلد دي، عايز امشي. طيب بتشرف بيه. يعني لو رامز سمعنا دلوقتي، لو رامز سمعنا دلوقتي تحب توجه له رساله ايه؟ بص، مش عايز اتكلم كلام يعني الناس تفكر ان انا بستجدي حد، ولكن رامز حر، عايز يكلمني يكلمني، ما يكلمنيش لا يعنيني. يعني مش عايز اوجه له رسائل اصلا. كان في تواصل ما بين حضرتك وما بين ابو المعاطي بعد الحلقه؟ لا. كده الخلاف انتهى فعليا؟ هو الراجل بعت لي رساله وانا بعد ما رجعت من المستشفى، وبعت لي رساله اطمن عليه لما جيت مصر، وبعد كده التقينا مع معالي الموسيقار تركي آل الشيخ في الرياض. لو كان رامز اللي في نفس الموقف اللي حضرتك كنت فيه، كانت ردة فعلك هتبقى ايه؟ كنت اقف جنبه والله ومش هسيبه دقيقة. ولو كان ابو المعاطي زيك كذلك الامر، ولو كان مهيب كذلك الامر. حتى لو كنت لسه على خلاف قبل ما تفضوا الخلاف؟ ما ينفعش لما يكون حد مصاب او في ازمة تخلى عنه. ده مهيب عبد العادي سابني في المستشفى وراح شيش. واحنا في دبي، يعني حتى موضوع لا اخلاقي بالمرة يعني. حضرتك تشوف ردة فعل رامز على الموضوع ده ايه؟ يعني تفسرها بايه؟ ردة فعل رامز صفر. تفسر ده بإيه يعني؟ بارد. نشكر حضرتك جدا، وإن شاء الله يعني ربنا يطمننا على حضرتك في أقرب وقت إن شاء الله.